دلوقتي ان شاء الله هنشتغل في الالجوريزم الثاني اللي هو الهيراركال كلاسترنج الجوريزم. وطبعا من الاسم كده هتلاحظ ان ده بيشتغل على الايه، الانسوبرفايزد ايه ليرنينج. ليرنينج. يعني ايه انسوبرفايزد بقى؟ لا هو ما فيش، ان انا مش بحدد له، ما فيش اوتبوت، ما فيش ليبلز، ما عنديش اوتبوت مش ايه موجود، ليبلز. انا عندي انبوتس بس. ماشي. فالهدف بتاع الانسوبرفايز ليرنينج ان هو المفروض بيعمل ايه، بيطلع مجموعه كلاسترز زي الكي مينز كده. زي الكي مينز ايه، كلاسترنج الجوريزم اللي احنا خدناه قبل كده، بس ده طبعا بتكنيك مختلف شويه. طيب وات از هيراركال كلاسترنج؟ بس والسهم راح فين؟ وتقريبا في زي شورت كات كده اللي هي F5 تقريبا، بتخليها انت عايز تدخلها في السلايد شو مود، صح؟ هو البتاع لا انا عاوز السهم نفسه مش باين خالص، بيبان تحت وفوق بس. طيب ماشي. بيقول لي what is hierarchical clustering؟ هو عبارة عن algorithm that groups similar objects into groups called clusters. هو بيستخدم طبعا ان هو بيتقسم الداتا بتاعتك الى مجموعة clusters based على relation ما بين ال features اللي موجودة عندك يعني. The end point is a set of clusters. الناتج بتاعك هو عبارة عن مجموعة clusters where each cluster is distinct from each other cluster، ان يعني كل كلاستر طبعا بيكون مستقل بذاته، and the objects within each cluster are broadly similar to each other. طبعا ده يعني ده كلام مفهوم بقى، ان هو كل كلاستر لازم يكون الداتا اللي جواه ريليتد ببعض. الكلام ده مفهوم من ايام الكي مينز اساسا يعني. طيب how it works. Hierarchical clustering start by treating each observation اللي هو يعني كل جزء انت بتاخده من الداتا يعني as a separate cluster اللي هو الاوتبوت اللي انت طلعته يعني. فده بيشتغل على ان ده بالنسبه له كلاستر لوحده يعني، او كل نقطه موجوده عندك في الداتا سيت بيعتبرها كلاستر في الاول خالص. يعني انت مثلا عندك 10 نقط عاوز تطلع تشتغل عليهم هيراركال كلاسترنج، فهو بيعتبر ان كل نقطه من ال10 نقط دولت بيعتبرهم كل نقطه لوحدها بيعتبرها كلاستر. ماشي كده؟ ده في الاول خالص يعني. وبعد كده يبدا تمام. يطبق عليها بقى شويه عمليات كده عشان يشوف ايه الناس اللي هي ريليتد ببعض، ويطلع الكلاسترز الجديده من الكلاستر القديمه يعني. تمام. طيب ايه هو التو ستيبس الاساسيين اللي هو بيعتمد عليها؟ هو بيقول لي ايدنتيفاي ذا تو كلاسترز ذات ار كلوزست توجذر. طبعا هو بيقول لك بقى دلوقتي ايدنتيفاي ذا تو كلاسترز لان اصلا باعتبار ان ال10 نقط اللي هو اخذهم او ال10 نقط اللي احنا هنشتغل عليهم هيعتبرهم كل واحده فيهم كلاستر يعني. فيبدا يشوف بقى اقرب تو كلاستر لبعض عشان يخليهم مع بعض في كلاستر لوحدهم. يعني دلوقتي انت عندك 10 نقط ماشي، نفترض ان احنا عندنا مثلا ادي الدومين بتاعنا اهوت، وعندنا مثلا شويه نقط بالشكل ده كده يعني ماشي. تمام. دول شويه النقط بتوعنا الاساسيين اللي احنا هنشتغل عليهم. امسح بس الخط اللي في النص ده كده. فالموضوع كله هيعمل ايه؟ هيعتبر ان كل نقطه من دي كلاستر لوحدها يعني. النقطه دي لوحدها كلاستر، ودي لوحدها كلاستر، وده كلاستر ماشي. هيعتبر ان كل واحده من دي نقطه، وادي كلاستر اهوت، وادي كلاستر، وده كلاستر اهو. ده اللي هي ايه الانبوت داتا اللي انا اشتغل عليه. انا عاوز اعمل دلوقتي المفروض الستيبس اللي انت تمشي عليها في الهيراركال كلاسترنج هيبدا يشوف اقرب تو كلاستر لبعض مين مثلا. مثلا يعني هناخد الاثنين دول اللي هم اقرب اثنين. طبعا هتعرف ان هم اقرب اثنين منين؟ هتجيب اليوكليدن ديستنس ما بينهم. فاكر اليوكليدن ديستنس اللي هو اللي هو الجذر بتاع مربع ربع الفرق ما بين المسافات. النقطات، النقط اللي موجوده عندك اللي هو الواي 2 ناقص واي 1 تربيع بلس الاكس 2 ناقص اكس 1 تربيع ماشي، اللي هو الاكليدن ديستنس الموجود عندي. فطبعا لما هطبق ما بين كل الكلاسترز الموجوده المعادله دي هعرف ان في اقرب اثنين لبعض مين، اللي هم دول مثلا. طيب عرفت ان الاثنين دول قريبين من بعض، خلاص هخلي ديكو كلهم على بعض ايه، كلاستر ده واحد. كلاستر ايه، ده كلاستر بقى كلاستر جديد دلوقتي ماشي. هتعاملوا معامله الايه كلاسترز الموجوده ايه حواليه دول. طيب تمام. دلوقتي هشوف اقرب اثنين لبعض برضه تاني، مين اقرب اثنين لبعض تاني مثلا يعني، هتلاقي دول. طبعا ده بقى اللي هو الكلين ديستنس ما بين مين ومين بقى، مش ما بين النقطه ديت والنقطه دي، لا ده ما بين النقطة النقطه دي دي والكلاستر والكلاستر. ده كله ماشي. المسافه ما بينهم اقرب حاجه، فخلاص هخلي دول كلهم على بعض ايه، ها كلاستر. كلاستر، يبقى ده كلاستر جديد. طيب هاجي بعد كده اشوف اقرب اثنين لبعض، اقرب تو كلاستر لبعض، هلاقي مين؟ هلاقي مثلا هلاقي الاثنين دول، هيبقى دول مع بعض ايه؟ ده كلاستر.
تمام كده؟ تمام طيب هاجي بعد كده اشوف اقرب اتنين لبعض الاقي مين؟ الاقي مثلا الاتنين دول الصغير ده مع الكبير ده، يبقى ده على بعضه ايه؟ بقى كلاستر. ماشي كده؟ طيب هاجي بعد كده الاقي مين؟ هلاقي ده مثلا يعني اقرب لده مثلا، يعني اعتبر ان هو ده اقرب لده، فانا خلاص هخلي ده ايه؟ هخلي ده كلاستر. طيب هاجي بعد كده الاقي مين اقرب اتنين لبعض اللي هما الاتنين دول، خلاص هخلي ده ايه؟ هخلي دول على بعض ايه؟ كلاستر. ماشي؟ بعد كده الاقي ان ايه الصغير ده مع الكبير ده على بعض ايه؟ دول اقرب مسافه موجوده، يبقى ده كله ايه؟ ده كله على بعضه كلاستر. ماشي؟ يعني هو لازم يخلص ان في الاو في الأ في الاخر خالص يوصل ان انا وصلت لكل ايه؟ ان كلاستر واحد بس. بس ان كل الداتا جوه اللي عندي الكلاستر كلاستر واحد. الواحد ده، جوه الكلاستر الواحد ده متقسم كذا كلاستر بقى. هستفيد منهم انا ازاي بقى؟ عشان اعمل حاجه اسمها هيراركل بقى، هعمل كده حاجه كده ايه؟ مهيكله كده، هوري لك دلوقتي. الهدف بتاعه ان هو بيبدا تمام. يعمل زي حاجه بقى كده، يعمل رسمه كده هوري لك دلوقتي افضل، يعني بدل ما نقعد نرسمها بايدينا، عشان ايه؟ تمام. يبدا يشوف بقى ايه اقرب يعني اقرب كلاسترز لبعض، او افضل كلاسترز ممكن يقسمها من الجماعه دول كلهم. ماشي؟ طيب يبقى اول خطوه تمام. عنده ان هو بيقول لي ايدنتيفاي ذا تو كلاسترز ذات ار كلوزست توجذر، ان هو بيشوف اقرب اتنين لبعض. ماشي؟ ويميرج ذا تو موست سيميلر كلاسترز، بيميرج كل تو سيميلر كلاسترز مع بعض عشان يخليهم كلاستر واحده، زي ما احنا ايه، زي ما احنا مشينا بالستيبس اللي احنا ايه اللي انت شفتها دي. تمام. بعد ما اعمل ميرج بيقول لي this iterative process continuous until all the clusters are merged together، لحد ما ايه، ما كل الكلاسترز تبقى ميرج كلها مع بعض لحد ما توصل لكلاستر واحد بس. فهمنا كده ده ماشي ازاي؟ لحد هنا كده بس في مشكله؟ لا لا. طيب تعال نكمل. تعال نشوف الستيبس دي ماشيه ازاي هنا كده مرسومه اهي بجراف. ف نشوف واحده واحده كده. انت شايف البار الاسود اللي انا شايله ده ولا ايه؟ البار الأسود. البار الاسود اللي هو بتاع التحكم ده، اصل هو مش مبين الكلام اللي فوق. طيب عموما يعني انا لو عندي دي سيت بالشكل ده كده اللي هي ايه، أنا شايف الكلام اللي فوق اللي هو identify two clusters و merge ماشي the ماشي two sim. تمام. بص كده identify the two cluster اللي هو الموست سيميلر، يعني ماشي اعتبر ان دي الداتا سيت اهي فيها النقط زي ما انت شايف كده، اللي هم ايه؟ لواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. ماشي؟ الخطوه اللي بعد كده اعمل ايه؟ هشوف اقرب اثنين لبعض من الستيب اللي انا واقف عليها دلوقتي دي. بص كده الستيبس ماشيه ازاي؟ ماشيه من الشمال ليمين اهو، هتلاقي في سهم اهوت ماشي من الشمال اهوت لليمين، وبعد كده نازل تاني من ايوه. الشمال ليمين وهكذا. طيب هنعتبر ان دي الداتا سيت بتاعتنا اللي هم السبع نقط دول، اللي هم ست نقط دول. مين اقرب اثنين لبعض باستخدام طبعا اليوكليديان؟ هتلاقي الاثنين دول. ماشي؟ الاثنين دول هيقوم مجمعهم الاثنين دول مع بعض في كلاستر زي ما انت شايف كده. فهمت كده الدنيا ماشيه ازاي؟ تمام. طيب بعد كده هنحسب برضو اقرب اثنين لبعض هيطلع مين؟ الكلاستر الاولاني والنوت اللي فوقيه. اللي هو مين بقى؟ هتحس ان انت اللي انت عندك اهوت، بص كده هتلاقي ان انت عندك ان هو جمع الاثنين دول مع بعض. ليه؟ ايوه. لانه لقى الاثنين دولت هم اقرب اثنين لبعض فعملهم كلاستر واحده اهو. تمام ماشي؟ طيب بعد كده تمام هيلاقي ان الاثنين دولت اقرب اثنين لبعض، هيقوم مخليهم الاثنين في ايه؟ في في كلاستر واحد. كلاستر. طيب بعد كده هيلاقي مين اقرب لبعض؟ هو دلوقتي فصلهم. انا ما اعرفش ليه. هو لا المفروض يبتدي بالرول اللي بعديه بقى. بص، هو بعد ما جمعنا دي كده هو وجينا هنا فصلهم كده، تاني. هو المفروض يخش على الرول اللي بعديه بقى. هو في غلطة هنا في الرسمة دي، يعني هي الرسمة دي مش مظبوطة شوية. المفروض يخش على دي بقى. هي دي. طيب بعد تمام. ما وصلنا للجزء ده كده، اعتبرنا ان دي خلاص بقت كلاستر لوحدها يعني، ودي بقت كلاستر لوحدها، فاعتبر ان ديت نفس الرسمه هنا بس دولت مع بعض برضو زي ما هم. يعني هو بس ايه، هو سابق نقطه كده او انت لو دخلت على الرول اللي تحتيه على طول هتبقى هي تمشي الرسمه صح اللي هي او دي. بالظبط كده. يبقى هو جمع الاثنين دول مع بعض همت، عشان الاثنين دول اصلا مع بعض في الخطوه اللي قبل كده، وبعد كده دولت مع بعض همت. ماشي؟ فاعتبر ان دي مش موجوده، مش مشكله، بس هو ماشي ايه، ماشي بالطريقه الايه اللي احنا عارفينها دي. طيب بعد كده لما جه يبص على اقرب اثنين لبعض، لقى الاثنين دولت اقرب الاثنين لبعض اللي هم دول من خلال اللي هو الجزء الازرق ده كده، فقام مجمع دولت مع بعض في كلاستر. ماشي؟ بقى ظهر بالشكل ده كده. وبعد كده لقى الاثنين دول ما فيش اللي هم اصلا اللي هم الاخر دولت، بقوا ايه؟ بقوا كلاستر واحده ايه؟ زي ما انت شايف كده. طيب بعد ما خلصت الكلام ده كله وحولتهم زي ما انا حولتهم في الاكزامبل القديم ده، يعني وصلت للجزء ده كده، هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا اعمل حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها دندوجرام. ايه الدندوجرام ده؟ تعال نشوفه كده الدندوجرام ده بيتعمل ازاي.
على المثال البسيط اللي احنا شايفينه ده كده، ثواني بس امسح الكلام ده. لو احنا ركزنا كده، الداتا سيت اللي على الشمال ديت اللي هي الرسمه اللي على الشمال اللي هي A B C D، ماشي، الاوتبوت بتاع الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده بيطلع لي حاجه اسمها الدندوجرام، اللي هي بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده كده اللي هو على اليمين ده، ده اسمه دندوجرام. طيب ايه تمام. الدندوجرام ده بقى؟ الدندوجرام ده هو بيحدد لك، بيبقى عامل حاجه بالشكل ده كده، ماشي، يبقى او هنا يعني، او هنا في الحته دي كده، ماشي، نعتبر ان ده اكس اكسس وده ده الواي اكسس يعني. طيب الواي اكسس ده بيمثل ايه؟ الواي اكسس ده بيمثل الديستنس اللي هي المسافه، والاكس اكسس دي اللي تمام. بتمثل ايه؟ القيم اللي انت شغال عليها، او الفيتشرز او الاوبزرفيشنز اللي انت اي اللي انت عاوز تعمل لها كلاسترنج اساسا، يعني زي الاي والبي والسي والدي والاي والاف. طيب تعالى بص كده، تمام. ايه اقرب اتنين لبعض بالنظر كده؟ اللي هو الاي والاف، صح كده؟ اليوليف طب عرفت منين مثلا يعني الديستنس ما بينهم مثلا واحد؟ هيقوم عامل ايه؟ هيقوم راسم رسمه كده توصل الاتنين ببعض اللي هو الاي بالاف، ماشي. طيب هو الطول تمام. بتاع الطول بتاع الهرم ده قد ايه؟ الطول بتاعه ده لازم يكون القيمه اللي انت جبتها اصلا اللي هي بتاع الديستنس، يبقى لازم ده يكون واقف عند مين؟ هنا. ها رد انت عليا بقى، ده يكون واقف عند مين؟ ده يكون قيمته واحد، واخد بالك؟ مركز معايا ولا ايه؟ الو؟ طب الواي اكس انا معاك متاخر بس. طيب تعال نبص على اللي بعده، مين اقرب حاجه بعده؟ لا، ان اقرب حاجه بعده اللي هو مين؟ اللي هو البي. اما اعملهم ايه؟ اما اعملهم كلاستر واحده. طيب نفترض ان هو الفرق ما بين الاي والبي الاي والبي ده الديستنس ما بينهم مثلا نفترض ان هو 2، يبقى لازم يكون ايه؟ لازم لما يجي يوصل الاي والبي لازم يعلى شويه، يعني يطلع ايه؟ يطلع يعني فوق بالمسافة شويه، دي يعلى بالمسافه شويه، لازم تكون هنا القيمه ايه؟ القيمه هنا بتساوي 2، واخد بالك تمام معايا؟ تمام معاك. تمام. طيب مين بقى بعد كده اقرب اتنين لبعض؟ هيلاقي ان اقرب المسي اتنين لبعض بعد كده اللي هم مين بقى؟ اللي هو الكلاستر اللي انا جبته في الاول ده اللي يقول اف، ومين بقى؟ دي اللي هو ده. هيقوم ايه؟ ودي هيقوم مجمعهم مع بعض. طيب لما جمعهم مع بعض هيبقى المسافه ما بينهم، المسافه ما بينهم مثلا نفترض ان هي كام؟ ان هي 4 مثلا، يبقى لازم يعلى شويه. بس شوف بقى هياخد منين؟ شوف هياخد السهم منين؟ بص كده، طلع من فوق القيمه دي، من من فوق فور الهرم واحد. ده. ليه بقى؟ لانه هو هياخد يعني هياخد ده، هيعتبر ان ده كلاستر وحده، ده كلاستر على بعضه يعني، فهو ياخده من النص كده تمام. وايه، ويطلع بيه طلعه كده، وبعد كده يقوم نازل على دي كلها كامله، ماشي. وبعد كده لما تيجي تشوف تمام. الديستنس بتاعها هنا كده هتلاقي كام؟ هتلاقي 4، واخد بالك معايا؟ معاك. صح. طيب بعد كده اقرب اتنين لبعض مين؟ اللي هو لا السي، مثلا الكلاستر ده وسي. الكلاستر ده والسي، يعني هيجمع الاتنين دول على بعض. طيب لما يجمع الاثنين دول على بعض هيلاقي مثلا ديستنس ما بينهم مثلا 5 مثلا، هيقوم ايه؟ هيقوم طالع من عند السي كامل، بس هياخد من او من عند النص بتاع مين؟ بتاع الكلاستر ده، لان ده على بعضه اصلا كلاستر، صح. فلازم ياخده كله على بعضه. طيب لما هو ياخده كده هيبقى قصادك في الناحيه الثانيه كام؟ 5. خمسة. طيب بعد كده اقرب اثنين لبعض مين؟ اللي ما فيش الا هم الاثنين دول. فنفترض مثلا ان هي المسافه ما بينهم 8، هيقوم طالع من عند الاي والبي على بعضهم، دي بالنسبه له كلاستر اهو، بص كده طالع من النص من عند الاي والبي اهو، طالع فوق اهو، وبعد كده طالع من النص من عند الكلاستر ده كله، لان ده بالنسبه له كله كلاستر، تمام. فطلع من نصه لحد ما طلع فوق لحد ما وصل للثمانيه، وبعد كده قام راسم ايه؟ قام راسم الرسمه زي ما انت شايف كده. احنا كده ده ماشي ازاي؟ ده اسمه ايه بقى؟ دندروغرام. ده اسمه الدندروجرام اللي احنا هنستفيد منه بعد كده عشان نعرف عدد الكلاسترز اللي احنا هنشتغل عليه. طيب بالنظر كده، انت طبعا ما تعرفش حاجه عن هيراركال كلاسترنج. لو انا جيت سالتك سؤال، هو انا هقسم الداتا بتاعتي بقى على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ هطلع ايه افضل عدد كلاسترز ممكن اطلعه؟ ممكن تقول لي انت كده من نظرتك انت للدندروجرام يعني. أفضل عدد كلاسترز يعني من الرسمه دي استفيد ايه من من الرسمه الرسم دي؟ يعني. أنا هو الثلاثة اللي تحت على اليمين دول هما كلهم قريبين من بعض، فممكن نعتبرهم كلاستر، واللي على الشمال ده الـ A والـ B ممكن بالظبط كده، ده اللي نعتبرهم انا عاوزك كلاستر ايه؟ تاني مثلا. ده اللي انا عاوز اسمعه منك بقى.
يبقى دلوقتي من الرسمه دي، من الرسمه بتاعه الدندوجرام دي، احنا بنحدد عدد الكلاستر المناسبه اللي احنا هنشتغل عليه. طيب حد ممكن يقول لي ايه، هو انا دلوقتي لو جيت قسمتهم، يعني انا دلوقتي لو جيت انت شايف بالنظر دلوقتي ان دولت اقرب الى بعض بكلاستر ودولت اقرب الى بعض بكلاستر، فخلاص انا اقول لك الاوتبوت بتاعك ايه، تو كلاستر، هاخد دولت مع بعض واخد دول مع بعض، يبقى دول الاوتبوت بتاعي، ده اللي هو التو كلاسترز بتوعتي اللي انا هشتغل عليهم يعني. طيب حد تاني ممكن يقول لي ايه، طب انا ممكن اعتبر ان المسافه دي كبيره شويه، اللي هي المسافه بين الاثنين دول كبار شويه، ماشي، فانا هقوم واخد الاثنين دول مع بعض، ماشي تمام، واقوم واخد ده السي كمنه بعيد بعيد عنهم يعني، هاخده لوحده واخد ده ايه، واخد ده لوحده. بس طبعا ممكن اقول لك ان طبعا انت برضو الموضوع كله بيعتمد نظريا، او بيعتمد ان انت بتشوف بالنظر وتشوف بقى هل ده يسمح ان ده يكون لوحده ولا لا. فطبعا الموضوع ايه، الموضوع نظري بحت زي ما انت شايف كده يعني. طيب الافضل في الحاله اللي احنا شايفينها دي، ماشي، في قانون كده بيقول لك ايه، بس القانون ده طبعا مش يعني مش مسلم يعني، مش اللي انا اخده واشتغل بيه على طول يعني، لان القانون ده ساعات ما بيظبطش مع بعض الحالات. القانون ده بيقول لك انت هتستخدم عدد كلاسترز، ماشي، هتشوف اكبر يعني اكبر خط راسي ما يقطعهوش خط افقي. ترجم الكلام ده كده، اكبر خط اللي هو راسي ما مثلا يقطعهوش زي خط افقي. ال A وال B مثلا، اللي فوق ال A وال B. انت لو شفت، انت لو جيت تبص من، تعال نبص كده، لو انت جيت تبص من الحته دي، وده طبعا اطول خط راسي صح كده، بس طبعا بيقطعه خط افقي، اللي هو ده، مش ده خط افقي، بيقطعه صح ولا ايه؟ طيب ايوه تعال بص تاني على الثلاث حاجه بتاع تانيه، عين. لو انا جيت بصيت هنا كده هلاقي ان برضه ده بيقطعه، لو انا جيت بصيت هنا كده هلاقي ان ده بيقطعه، ضغط. هلاقي لو انا جيت بصيت هنا كده هلاقي ان في، ان برضه في كذا حاجه بتقطعها يعني. طيب ايه ايوه اطول خط راسي ينفع بقى؟ بص كده، لو انا بصيت على ده هو بقى، ده. ايوه صح الخط ده ما بيقطعهوش خط افقي صح كده؟ صح طيب فقال لك انت ممكن تعمل عنده ايه بقى؟ قال لك ممكن تفصل لي ايه؟ تفصله لي كده، تحط عنده خط كده، القطعه اللي انت عملتها دي هستفاد منها بقى، اللي انا ايه؟ هبدا اقسم بقى ايه الداتا سيت بتاعتي الى تو كلاستر. طب انت عرفت مين اللي هم تو كلاستر؟ مش انت لما قطعت كده، كده انت قطعت الحبل اللي بيوصل ما بين الكلاستر ده والكلاستر ده، واخد بالك صح. معايا؟ طيب لما انت قطعت الحبل اللي بيوصل ما بين دول، يعني ده اتقطع كده بقى، ده لوحده ماشي وده لوحده صح كده الكلام، صح. يبقى انت كده استفدت ان انت عندك ده كلاستر رقم واحد وده كلاستر رقم اتنين. ده القانون اللي انا بقول لك ايه، ده القانون اللي هم معظم الناس بتشتغل بيه، بس ما بيظبطش في بعض الحالات. انت طبعا لما بتيجي تشتغل على هيراركال كلاسترنج بتطلع الدندوجرام، انت بتطلعه في الكود، السايكت ليرن على فكره بيطلع لك الحاجات دي، هو بيطلع لك الدندوجرام وتبدا تبص عليه، وبعد كده تقول له انا عاوز كذا، انا عاوز عدد اثنين، انا عاوز ثلاثه، عاوز اربعه، على حسب شكل الدندوجرام اللي انت شايفه، واخد بالك معايا؟ تمام. فعشان كده في خطوه كده لازم ابص عليها وانا شغال على الكود، لازم ابص على الدندوجرام الاول، ابص عليه اشوف بقى ايه افضل عدد كلاستر ممكن اقسم عليه، ماشي كده؟ طيب تعال نشوف تمام ماشي. شكل افضل. تعالى كده، لو انا قلت لك مثلا، لو انا قمت قاطع عند الجزء ده كده، خلينا بس نجيب الخط اللي هو الرفيع شويه ده، لو انا قمت قاطع هنا كده، ده كام كلاستر كده؟ ها ثلاثة. دي ثلاثه، ليه بقى؟ هتاخد ده لوحده ماشي، وهتاخد ده لوحده، وايه، ودولت لوحدهم صح كده، يبقى الخط اللي انت بتحطه ده هو اللي ايه، هو ده الاساس بتاعي، ده اللي بيفصل لي عدد الكلاسترز اللي انا عاوزه، ماشي كده. طيب تعالى بقى ايه، نشوف اكزامبل تاني. اهو ده السؤال اللي انا كنت بساله لك، وات از ذا نمبر اوف كلاسترز، طبعا ده بيعتمد على ايه، على الشكل اللي انت شايفه ده كده، ايه افضل حاله ممكن اقطع عندها. زي ما قلت لك في ناس بتشتغل بالقانون اللي انا قلت لك عليه، اللي هو اطول خط راسي لا يقطعه خط افقي، ماشي، او انك تبص بالنظر كده تشوف ايه ابعد، يعني ايه اللي بيبعد الاثنين عن بعض وتقطع من عنده، ماشي. انت ملاحظ تمام. دلوقتي ان دول كلهم ريليتد ببعض، فخلاص هخليهم كلهم كلاستر واحد، وهتلاحظ ان ده ايه، ان ده مع بعض، فخلاص هخليهم كلاستر لوحده. طيب لو انت عندك مثلا مثال بالشكل ده كده، فالافضل يعني دي بقى ايه، لو جيت تطبق عليه القانون اللي قلت لك عليه، فين اطول خط راسي لا يقطعه خط افقي؟
المفروض ده، اللي فوق ده اه المفروض برضو ده نفس اللي هو الكلام. ده برضه نفس الكلام. اه بس انت نفس بالنظر الكلام. كده، بالنظر لو انت جيت بص بتبص بالنظر كده هتحس ان دولت يعني ايه بعاد شويه عن بعض. ليه؟ لان المسافه ما بينهم هنا كبيره، انت اه بتبص على دول المسافه. اتنين كلاستر. اه انت بتبص في الاول والاخر على المسافه اللي هنا، هتلاقي ان المسافه اللي هنا ما بين الاثنين دولت عاليه قوي، صح كده؟ طيب لو انت جيت تبص شويه للاثنين دول مع بعض هتلاقي المسافه قريبه شويه، يعني مقبوله لحد ما يعني. طيب الايه مع البي مع السي المسافه ايه واقفه هنا كده، ممكن تكون مقبوله بالنسبه لك شويه يعني، لكن لو بعدت عن كده شويه يعني، لو كبرت عن كده شويه، لا المفروض بقى ايه ما يكونوش قريبين من بعض دلوقتي. فخلاص هنقوم قاطع عند مين؟ افضل ان انا اقطع عند الحته دي. يبقى دلوقتي عشان اقول لك بس ان القانون اللي انا قلت له اللي انا قلت لك عليه صح مش مسلم، ماشي كده؟ مش مسلم صح. مش مسلم. فانت بتبص على الدندروجرام وتشوف تمام. افضل حاله من خلال نظرك، من خلال النظر بتاعك انت، خلاص. اه طيب تمام تعالى تمام نشوف برضو ايه بروبلم تانية في الحتة دي. لو جينا نبص مثلا على المثال ده كده، بص كده المثال بقى بدأ يكبر معاك شوية، لان طبعا الموضوع مش بيقتصر على داتا سيت بسيطة زي ما انت متخيل، لا هو ساعات بيبقى فيه داتا سيت كتير كبيرة، فبيبقى فيها ايه فيتشرز كتيرة، فانت متوقع ان هو يطلع لك دندروجرام ايه يكون معقد بالشكل ده كده. طبعا ده بالنسبة لنا برضو مش معقد على فكرة، يعني ده بالنسبة لنا بسيط، لان ده بيعتمد على عدد النقط الموجودة عندك. لو انت عندك مثلا 100 نقطة فهو ممكن يطلعك الشكل اللي انت شايفه ده كده. طب افرض انت عندك داتا سيت فيها 3000 نقطة، 3000 دي نقطة دولت عشان طبعا تعمل لهم مشكلة. كلاسترنج، هتلاقي ان من كتر الرسومات الموجودة عندك تحت ما انتش هتقدر اصلا تشوف حاجة، ماشي؟ صح. طيب ده افضل حالة ممكن تقسم عندها ايه؟ انا ممكن اقول لك مثلا بالنظر بالنسبة لي ايه، انا هقطع هنا كده، صح كده؟ يعني ده هستفيد ايه من الخط اللي انا قطعت بيه ده؟ ان ده هيبقى كلاستر لوحده وده هيبقى كلاستر لوحده، لان بالنظر انا شايف ان دول كلهم قريبين من بعض، ودولت هيبقى تمام. كلاستر ايه؟ كلاستر مع بعض، وده هيبقى كلاستر مع بعضه، وده هيبقى كلاستر مع بعضه. طيب حد صح. تاني ممكن يقول لي ايه؟ انا هاخد الخط هنا كده، ماشي؟ هيبقى اتنين اه لا هيبقى كام؟ هيبقى ثلاثة. تلاتة ثلاثة ليه؟ تلاتة بس انت تلاتة قطعت عند قطعت ثلاث تلات خطوط خطوط. رئيسية. قطعت تلات خطوط. اه تلاتة قطعت ثلاث خطوط رئيسيه، كل خط رئيسي بيبقى عنده كلاستر، ماشي؟ صح الحاله دي صح كان عنده كام؟ الحاله دي كان عنده 1 2 3 4 5. ليه؟ لان انا قطعت خمس خطوط رئيسيه، خد بالك معايا؟ طيب صح. طيب فلو جيت تطبق القانون بتاعي على فكره، اللي هو فين اطول خط رئيسي لا يقطعه خط افقي، اللي هو مين؟ اللي هو ده، صح ولا ايه؟ يبقى دلوقتي ممكن تشتغل على ده او ممكن تشتغل على ده، ممكن بقى تشتغل على ده مره وتشتغل على ده مره وتشوف الاكيورسي بتاعتك عامله ازاي، يعني تبدا تقارن بقى وتشوف هل ده افضل ولا ده افضل من خلال طبعا ايه الاكيورسي بتاعتك لو انت شغال على كلاسيفيكيشن، او من خلال المين سكور ايرور لو انت شغال على ريجريشن، ريجريشن. ماشي؟ تمام. فده اللي هو ايه، ده مثال برضو على ده سيت كبيره شويه. طب لو انت بقى تيجي تكبر الدنيا شويه برضو هتحس ان الدنيا بتاعتك عمال تكبر بقى ايه واحده واحده كده. فبرضو لو انت طلعت الدندوجرام بالشكل ده كده، ايه افضل حاله ممكن اقطع عندها بالنسبه ليك انت؟ يعني لو انا جيت سالتك سؤال، ايه افضل حاله ممكن اقطع عندها في اللي فوق اه اللي هو اللي تحت اللي تحت الستة، الخط اه اللي انت الأفقي اللي تحت قصدك الستة هنا كده، بشوية. صح؟ صح كده؟ قصدك ممكن اقطع هنا كده، يعني اقطع مثلا عند السته يعني، صح ولا ايه؟ صح كده. ليه بقى؟ استفيد انا ايه من الخط ده بقى؟ عشان يطلع لي ده كلاستر وده هيبقى كلاستر وده هيبقى كلاستر وده هيبقى كلاستر. وطبعا انا شايف برضو من الرسمه ان دول كلهم ريليتد ببعض زي ما انت شايف كده، المسافات ما بينهم قريبه جدا. يعني بتعرف المسافات دي ازاي؟ تبدا تشوف الخط الرأسي ده قيمته كام في الديستنس اللي قصادها في الناحيه الثانيه، اللي عند قيمه الواي مثلا يعني، هتلاقي ان دول كلهم قريبين من بعض. لكن لو انت جيت بص فوق كده هتلاقي ان الديستنس دي بعيده شويه، يعني دي صح. برضو بعيده شويه، تمام؟ دي بعيده شويه، دي بعيده شويه. ممكن تحط ثري شولد كده مثلا سته وتقف عنده، لو الاقل من سته افصل عنده، لاكبر من سته ايه هيبقى يعتبر كلاسترز مختلفه يعني. وطبعا ده برضو بعيد شويه وده بعيد شويه، يعني ما حدش يجي برضو ايه، ما حدش يجي يجي يقول لي انا هقطع هنا كده مثلا، يعني ده كده يعني ايه، بالظبط. مش لازم. انت كده بتقسم الموضوع كله الى تو كلاستر، بس الافضل انك تقسمها الى كذا كلاستر زي ما انت شايف كده، لان ما فيش علاقه تربط ما بين الاثنين دولت علاقه قريبه، يعني مثلا التو كلاستر والكلاستر ده ما فيش علاقه تربط ما بينهم قريبه. ليه؟ لان انت اقرب علاقه صح. تربط ما بينهم اللي هي العلاقه دي اللي هي البعيده دي اقرب علاقه تربط ما بينهم. فطبعا لو انت جيت تبص هتلاقي ان المسافه بتاعتك عاليه قوي،
من اول الاربعه لحد ما وصلت ال 14 دي بعيده اه ماشي. فعشان كده يعني لو جيت تقسم هنا كده ده غلط يعني، ده مش كويس. فالموضوع انك عشان تقسم صح الداتا دي الافضل انك تمام تقسمها الى 5 اجزاء زي ما انت شايف كده، او 4 اجزاء على حسب الشكل الداتا سيت الموجود عندي. فهمنا كده الدنيا ماشيه ازاي؟ تمام طيب تمام زي الفل. طبعا الميجرز بتاعتي بقى اللي هي ازاي بحسب الديستنس، طبعا زي ما قلت لك ان احنا بنستخدم اليوكليديان ديستنس، وطبعا في ناس بتستخدم انواع تانية من الديستنس ديت، مش لازم يوكليديان يعني، في انواع تانية كتير بس هم كلهم بيقضوا نفس الغرض ماشي، ان هو بيحسبوا المسافه ما بين النقط وبعضها عشان اشوف ايه اقرب نقط لبعضها، فما فيش اي مشكله في الحاله دي. بس الـ يعني اكتر حاجه مستخدمه اللي هو ايه، اللي هو اليوكليديان ديستنس ماشي كده. ده اللي هو ايه يعني، ده تمام بس هو في بعض الحالات بيقول لي ميني اذر ديستنس ماتريكس هاف بين ديفلوبد يعني. تمام، يعني في انواع كتير جدا، في ناس تانية بقى ممكن تمام تطلع لك ريسيرش تاني بيعتمد على نوع من الديستنس مختلف من مختلف عن اليوكليديان يعني. طيب بس دي وجهات نظر تمام يعني، بس هي الهدف بتاعنا برضو ان احنا عاوزين حاجه تجيب المسافه وخلاص. طيب طبعا لو انت جيت تبص بقى على الهيراركال كلاسترنج هتلاقي ان احنا هندرس نوع اسمه الاجلوميريتيف هيراركال كلاسترنج. طيب ايه كلمه بقى اجلوميريتيف دي؟ كلمه اجلوميريتيف يعني انت بدات من القاع او بدات من تحت عشان تطلع فوق. يعني ايه بدات من تحت عشان تطلع فوق؟ مش انا بدات اقسم اصلا كل نقطتين مع بعض من الصغيرين دول واجمعهم مع بعض عشان اطلع فوق، وبعد كده اطلع فوق، وبعد كده اطلع فوق لحد ما اوصل لايه؟ للقمه اللي انت شايفها ديت. تمام مش احنا بدانا بالصغير عشان ناخد الصغير ده مع اللي جنبه وناخد اللي جنبه مع اللي جنبه عشان نطلع فوق؟ يعني انت بتطلع في ايه؟ فروم بوتوم تو ايه؟ تو توب، تطلع من تحت لفوق. ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه اجلوميريتيف هيراركال كلاسترنج. وليه سموها هيراركال؟ لانه ايه؟ بشكل ايه؟ بشكل مهيكل بالشكل ده كده. صح بشكل ايه؟ عشان كده سموها اجلوميريتيف هيراركال كلاسترنج. طبعا كلمه كلاسترنج تمام عشان انت اصلا بتعمل كلاسترنج في الاخر يعني. طيب فده اللي هو بيسموه اجلوميريتيف هيراركال كلاسترنج، وده اللي احنا درسناه وده اللي انت هتدرسه كمان في ايه؟ في السايكت لير. ساكت ليري تمام طيب في نوع تاني اسمه ديفيزيف ديفيزيف الجوريزمز، اللي هو بيبقى عكسي شويه، يعني هو انت بتبدا تطلع التوب ماشي؟ يعني يبدا يطلع من التوب وبعد كده ياخد التوب دي يبدا يقسمها الى اجزاء صغيره لحد ما يوصل للاجزاء الصغيره دي. بس طبعا ده الموضوع ده ثيوريتيكال اكتر من هو ايه؟ براكتيكال يعني. يعني في شغل تمام دلوقتي ريسيرش في الموضوع ده، ان هم بيشتغلوا بقى ازاي يجيبوا يعني الجزء الكبير اللي هو بيضم كل الكلاسترز يعني ماشي، او بيبداوا من كل الاوبزرفيشنز وده كلها، اسمه بيبداوا من كل الاوبزرفيشنز كلها ويعتبروها ان هي كلاستر واحده، ويبداوا يقسموا الكلاستر الواحده ديت الى مجموعه ايه؟ الى مجموعه كلاستر صغيره عشان يبداوا تمام يوصلوا للاجزاء الصغيره اللي تحت دي. بس طبعا زي ما تمام قال لك ان الموضوع ده هو يعني ريرلي done in practice، يعني نادرا جدا انك تلاقيه متطبق عملي، او ممكن بيحصل يكون ايه theoretical، او ممكن يكون الموضوع كله ايه research يعني. تمام طيب تمام فبيقول in theory اللي هو نظريا it can also be done by initially grouping all the observations into one cluster، يعني تبدا ال observations بتاعتك كلها تعتبر ان هي one cluster، وبعد كده and then successfully splitting these clusters into ايه؟ into small clusters يعني. لكن في الحاله بتاعت الاجلوميريتيف انك بتبدا تعتبر ان كل نقطه اصلا كلاستر ماشي، تبتدي تطلع انت منها بتبدا ايه تطلع بقى من الكلاسترز الصغيره دي عشان تبدا توصل لكلاستر واحده في الاخر. بس تمام عشان كده سموها ايه؟ سموها اجلوميريتيف هيراركال كلاستر. مريت ده ايه؟ تمام وده نهايه